اقسم بايات الله انه رجل. يمه اطلق هذي بشكران رح بشكران والله انك وافي بشكران رح انا قدام انا بس ادر انك قدامي بشكران انك رجل روح بشكران ما في مبزرة ما في مبزرة ان شاء الله روح بشكران رح رأنت بس ما عليك من شقران راح نعمرك من شقران نعمرك ود ود شباب خذ عشان يحميك منها من شقران حبيبي ما في خوف دنيا شاخذ ود اخذ ود خذ ود خذ ود خذ ود ادخل عادي يحميك منها من شقران راح راح يا من شقران راح تعال تعال من شقران تعال من شقران واي الحاجة شباب هني بوكس في وجهك شباب وصلت 10% يا اخي بهدية اصبر اصبر بهدية الحاش الحاش هديت هديت الحاش عليك بالشقران سحب انا الزبده سحب عليكم شوي والله وي انا طبيت وصلك لازم اروح البلكونه عند الاستطالة بشقران احميني احميني بشقران وراي كذا يا عيال والله قلبي اقسم بالله خلاص شباب بقى اخر واحدة يلا من شقران روح من شقران روح من شقران يا شباب انا صرت سمول قسمنجي وين ضيع الثاني الحق الحمام عاد استناني برا مريض من شقران يا شباب سمول قسمنجي لا اسمع صوته اسمع صوته اخ وينك من شقران وينك هنا هنا عندكم عندكم يلا باقي اخر فرخ يا من الشباك قبل شوي يا شباب انا قسيم انا عجمي وين هي وين يا عيال هي وين شو انا وين الحشر ابن شكرا ابن شكرا ابن شكرا واحد يجي يشوي خشب يا شباب انا بصير كبير يا كلب اللي دخل علي ذا السلام عليكم انا شباب خليتوني بروح يا شباب والله مم وينك والله ما اخليك وينك ابن شكران فوق ابن شكران انا انحشرت يا شباب انا ما يمديني اخذ ود يلعن ام الجلتش ها ابن شقران كرتك شباب يا شباب وش رايكم تجون تحطوا لي خشب يعني ما عليكم امر اي والله جاي 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 يا امه حقد علي بنت الكلب اكلتني حطيت حط نار اضغط على اي بعد مره عشان الماتشز ما عندي نار الله يلعن ابوك كل ما منك فايده انا عندي ماتشز ما عندي نعطيك اياها لا لازم تروح تدور يلا يا وزر تميت بروحك ترى روح يم ماتشز وتعال احلف والله خشب حطيت احلف انه لحالي والله لحالك بس روح تجيب كبريت وتعال لا 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 جيب كبريت نثق فيك نثق فيك يلا ما اعرف روح جيب كبريت اصبر اصبر بقول لك كيف انت وين انت تحت دقيقه السمه هي هني اصبر اوكي شكتنا يا رجال شكتنا خسرنا خذ يفر السماء كسرت المايك يا عيال كسرت والله كسرته الله يهديك بعد اصبر اصبر والله خاف من شقران